اليوم من هنا من عاصمة الميادين، من هنا من الوثبة في هذه التحديات الكبيرة والانطلاقات المثيرة ما بين الشعارات الكبيرة المتواجدة هنا، وانطلاقة شوطنا هذا الشوط التاسع للقاية القعدان هنا والمهجنات، وانطلاقة الخمسة كيلومترات تنطلق بانطلاقة هذا الشوط. وأتابع الأمور، أتابع ماذا يدور في فلك هذا الشوط، مقدمة الأسماء الصدارة أتابع أول التحديات. هنالك انطلاقة واندفاعة مغادر خليفة بن محمد بن سالم الدرعي على المقدمة وعلى الصدارة منطلقا بهذا الأداء وهذا المستوى الكبير. المركز الثاني أتابع من الجانب الآخر انطلاقة ووصول مرسال في هذه اللحظات وشعار سعادة حميد بن سعيد النيادي على المركز الثاني، بينما ثالث التحديات أتابع وصول نجد على المركز الثالث سالم بن فارس بن عفيرة العامري، بينما رابع التحديات أتابع وصول وانطلاق المشير وصل في هذه اللحظات بشعار سعيد بن عامر بن دحفوس المنصوري، أتابع كذلك على خامس التحديات. هنا الانطلاق وهنا الوصول في هذه اللحظات من مسافر محمد بن فرج بن محمد المحيربي، بينما أتابع الشعار العيناوي قادم في هذه اللحظات وانطلاقة هذا الاسم في هذه الأثناء. هذا هو الوصول وهذا هو الانطلاق من غازي أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي، وأتابع شعار في هذه اللحظات قادم شعار علي بن عتيق بن عطشان الهاملي مع مشرف، بدأ بالانطلاق بدأ بالوصول كذلك. أتابع متعب محمد بالصغير بن كنون بن محمد الاكتبي، أتابع شعار رجل المفاجآت بدأ بالوصول في هذه اللحظات مقدما لنا معدي شعار سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري، وصل شعار الشوط الأول في هذا اليوم وانطلاق شعار رجل المفاجآت. أتابع الأسماء، أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى صدارة الشوط. يا سلام انطلق في هذه اللحظات شاهين على المقدمة سعيد بن سالم بن محمد بن شوين المنصوري، انطلق على المقدمة اندفع على الصدارة بهذا الأداء وبهذا المستوى. هنا مع شاهين سعيد بن سالم بن محمد بن شوين المنصوري، ولكن تابعوا وراقبوا هذا الشعار وإنجازاته، هذا الشعار وسجلاته الحافلة والممتلية بالنواميس. وصل شعار رجل المفاجآت، انطلق في هذه اللحظات مقدما لنا شعار في هذه الأثناء. وصول معدي عد المراكز مركزا بعد المركز حتى وصل إلى صدارة الشوط. هنا بشعار سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري انطلق وابناء الشعيبة على المركز الأول. المركز الثالث أتابع غازي، وصلت سلالة غازي هذه السلالة الكبيرة السلالة العريقة أيضا تحمل شعار كبير وله حضوره الكبير على المركز الثالث أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي. يا سلام، وصل بن حاذة يقدم لنا هنا مثير سعيد بن سالم بن مطير بن حاذة الاكتبي، وهنالك بن مطر بن حاذة الاكتبي. وصل ابو نايف، بينما اتابع القدوم والوصول الانطلاق من مشرف علي بن عتيق بن عطشان الهاملي، اتابع كذلك الوصول في هذه اللحظات الانطلاق من كفو حمد بن سعيد بن حمدان النعيمي، وأتابع أنا وصول الفايز في هذه اللحظات وانطلاقة الفايز عبد الله بن حمد بن سليمان بن جبريل
ولكن رجل المفاجآت على المقدمة، رجل المفاجآت انطلق بالنصرة، معدي يا ما عدى هذا الشعار في أشواط الرموز. نعم ينطلق هذا اليوم معدي على المقدمة المركز الثاني، وصل الفايز على المركز الثاني عبد الله بن حمد بن سليمان بن جبرين، والمركز الثالث وصل مشرف بالأداء المشرف، ولكن معدي يا بالنصرة أنت المنتصر هنا في هذه اللحظات. معدي الفايز مع بن جبرين، وصل هنا الهاملي، وصل وابناء الغربية، ولكن الفايز صغان وصل شعار الدوسري عند اللحظات الأخيرة، ولكن بن جبرين الفايز عبد الله بن حمد بن سليمان بن جبرين صغان واللحظات الأخيرة عبد الله بن مبارك بن عساف الجفارين الدوسري وصلوا أبناء الوادي، وتابع أيضا وصول في هذه اللحظات المختبر سعيد بن سالم أبو حقب الشامسي، والفايز الفايز وصغان صغان 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 اللحظات الأخيرة مع الدوسري مع الجفارين مع عبد الله بن مبارك بن عساف الجفارين الدوسري. سلام عليك يا دوسري، سلام للوادي، سلام. هذا الفوز وهذا الانتصار للمركز الثاني، أصل الفايز على المركز الثاني، قدم أداء ومستوى كبير هنا بشعار هنا عبد الله بن حمد بن سليمان بن جبرين المركز الثالث، وصل عند اللحظات الأخيرة المختبر على المركز الثالث سعيد بن سالم أبو حقب الشامسي، والمركز الرابع مشرف هنا على المركز الرابع في هذه اللحظات علي بن عتيق بن عطشان الهاملي، وخامسا وصل القاهر وشعار علي بن زيد بن حمد بن محسن البحيح، وعود للتوقيت الزمني بشعار الدوسري 7:43، 9 أجزاء من الثانية كانت لحظات وصول صغان مع الأمتار النهائية والأخيرة عبد الله بن مبارك بن عساف الجفارين الدوسري. سلام الوادي، سلام. هذا الانتصار المركز الثاني 7:44، 3 أجزاء من الثانية كانت لحظات وصول وفوز الفائز من قدم الأداء والمستوى الكبير عبد الله بن حمد بن سليمان الجبرين المركز الثالث 7:44، 5 أجزاء من الثانية كانت لحظات وصول المركز الثالث هنا في هذه اللحظات وانطلاقة المختبر سعيد بن سالم بو حقب الشامسي على المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين.